يلا بسرعه خلصني، قرب يخلص دوامي. يلا بلا ما تفضي لحالك، نحن بدنا نفتش السياره. قصدك الزباله؟ افتحها بسرعه. افتح الحاويه، ما تقربوا من دون كفوف وكمامات. شوف انا رح ورجيكم اياها بيدي. يلا حاجه طحنت، خلص امشي. هذا الطرف معنا 10 دقائق، فريقنا رح يطلع سيارة الإسعاف من الطوارئ خلال 10 دقائق، وأنا لازم نزل مراد على مدار على الطوارئ. كم واحد هني؟ كل المخارج عم يحرسها التشكيل، العناصر شخصية. لك شو قصتكم؟ نحن ما قلنا لكم انه ما بيصير تفوتوا حدا على هذا الطابق؟ اخي هذا الزلم جاي من اليونان، بتحب رجعه؟ شوفي لسه ما حطيتوا المريض بالغرفه، ليش بعدتوا وراي؟ قلت لكم لا تتاخروا. عفوا دكتور بس ما عم يسمحوا لي. حاجه عليك وحكي فاضي، فوتوا وخلصني. كيف؟ سألت شي الختيار الكبير إمتى رح يرجع تميرا؟ مين سكر هذا الباب؟ جابوا مريض لهون، بس نحن فتشناه ما تقلق. لك أنا ما قلت لكم ما حدا يفوت على هذا الطابق؟ كسروا الباب يلا. عبد الحي خلينا نروح، الفريق كله اجا.
سنجر عرف كيف يوصل للمراكز الحساسة لأنهم بلشوا يطبعوا وراء الرسائل ويحطوا الإشارات. لكان خلينا نفوت وناخد له رأي يا سيد أشرف. بس يخلصوا طباعة رح يجي متى وجايب معه الختم، رح ننتظره. شو علاقة هذا الشيء بمتى؟ متى صار النائب. بيقولوا عنكم انكم رجال تربيتوا على ايد الدولة يا سيد أشرف، ليش ما خبرتوني؟ ما حلوة، كان لازم روح لعنده بارك له. أنا لو ما كنت بعرفكم منيح كنت قلت عم تخونونا. معقول هاد الغلط؟ عبد الحي وعابد قدروا يفوتوا قدام عيونكم وانتم ما حسيتوا عليهم؟ عاكف، نحن قلنا لك منفضي المستشفى، انت اللي ما رضيت بهذا الشيء. يعني مشان ما تشتغلوا مثل العالم لازم نترك الناس تموت؟ إذا أجتنا عملية سرية بشي مدينة لازم نفضيها من السكان؟ معلم أنت معك حق، بس الشباب اللي إجوا لينقذوا مراد على مدار هنن مالهم أعدائنا، وبالنتيجة هنن ما نجحوا بالمهمة. روح على المقر، أنت ما عاد إلك شغل هون. عاكف أي نورة، نحن عم نقوم بالمهمة اللي أعطانا إياها المجلس. يلي ما نواثق من هاي المهمة خليه يروح. عاكف شو في؟ ما في شي، عم حاول خلي المجموعة على أتم استعداد. لا تنسى أنه مجموعتك عم تعمل أصعب مهمة بحياتها، ما أنك ملاحظ هذا الشيء؟ بعرف أنه مراد ورفقاته أنقذوا حياة شامل وأرتيكن، حتى نحن كلياتنا مدينين بحياتنا لمراد على مدار، بعرف هالشيء. بس بأي لحظة تردد عابد وعبد الحي ما رح يشفقوا علينا ورح يقوصونا بدون ما يهزلون جفن، هذا كمان بعرفه. كيف انت هيك من وقت ما اجيت؟ خير شو في؟ انا قلقانة عليك اليوم. انا اليوم ارتكبت اكبر غلط بحياتي يا عينورة. انا عم حاول اني امنع حالنا نوقع بالغلط. كل غلط بالأخير فينا نصلحه، ما في مشكلة، كلنا منساعدك. قتلت تميران، ما في شي بتقدري تصححيه بهي الحالة. من ورا هالغلط رح أعيش بعذاب الضمير طول عمري. كيف هيك صار؟ نادي للبقية مشان أحكي معهم، كل واحد بحق له يعرف شو صار. لا مو هلأ عاكف، خلينا نخلص العملية وقتها بتقلهم، لازم ما نخربط الأمور هالفترة. هالشي بسبب مراد على مدار، هو المسؤول عن كل شي صار. ما رح نقدر نطالع المعلم من هنيك إذا ما كان بده. قلي شو نعمل؟ يعني رح نضل هيك واقفين ما عم نقدر نعمل شي؟ ذكرك؟ قبل 3 أيام ما كان بدك تضل عايش وصرت تعيط علي. عبد الحي فكر بنفسيته هلأ، المعلم قوص ليلى. لازم رفقتي بالمجموعة يعرفوا أنه سنجر خاين، من دون ما نقدر نقنعهم ما رح تزبط. طيب كيف رح نقدر نقنعهم؟ شامل وأرتيكن كانوا ميتين هلأ لولانا، ومع هيك هنن ما عم يتحركوا شعرة لصالحنا. ما عنا فرصة غير أنه نخلي المعلم يوقف عرجليه. في عنا فرصة أخيرة،
إذا ما قدر بابا عمر يوقف المعلم على رجليه، ما حدا رح يقدر يوقفه. ظاهر اني راح اكسر له رجله الثانيه لنافذ. واحد فساد. هلا اذا حدا قدر ياخدك من ايدي يا ابني اكسر له اياها. ايه من زمان انت ما بتفيق غير بالضرب. قوم غسل ايديك ووشك. امي ابنك متى ما عاد له وجود. ابنك صار رماد، وهلأ ضيعوا له أحلامه بالهوى، مشان هيك ما رح يقدر يرجع. يمكن الأحسن تروحي على البيت وتعملي العزاء لابنك الوحيد. اطلع أنا ولدتك من 60 سنة، وإذا لزم الأمر رح أرجع أولادك بهالعمر. ولادي حدا جديد، أنا ما في مني فايدة لإلك. متى ما تخلي يطلع جناني. قوم واصحى وخلصني بقى. متى هداك ما رح يقدر يكمل بالشغل، وبالأخير رح يرجعوا إلك يا ابني. بس يا أمي أنا ما عاد بدي انتظر أكتر. حياتي كلها قضيتها وأنا عم بنتظر، بدل ما لسه انتظر لأحسن اني اقوس رصاصة براسي. ليش هيك عم تحكي؟ فكرت كثير، صار لي ايام عم فكر، ما عم لاقي حل تاني. انا يا امي تعبت كثير من الانتظار. وصيتي الاخيرة إلك، وقت جنازتي ما توقفوا حتى على الإشارة الحمراء. بسرعة تفنوني بالتراب وما تنطروني. يا خسارة الترباية والتعب. أنت بتعرف شو يعني إنك تنتحر قدام أمك؟ ما بتعرف إني ما رح أسمح لك؟ أنت عم تعمل هيك مشان تعذبها لأمك. سيدي نافذ، رح أقتلك أول شيء، وبعدين رح أقتل حالي. ووصيتي رح تكون إنه ما يدفنونا بنفس المقبرة، وما يدفنونا بنفس المدينة حتى. هاي المرة أكيد أوص على نافذ. هذا المجنون بالأخير إلا ما يقتل نافذ. أهلا وسهلا سيد الفقار، خير إن شاء الله؟ إن شاء الله خير عمي. أنا أجيت لأخذك. عمي مراد هلأ بالمستشفى تعبان شوي، وفي عنده شوية مشاكل، إذا شافك رح يرتاح، لهيك أجيت أخذك لعنده تحكي معه. طيب ماشي أخي ذو الفقر، رح خبر مرتي وجاي معك. خير إن شاء الله، مين إجانا؟ سيد ذو الفقر. بالله لوين رايح هيك من عند الصبح؟ ابننا مراد بالمستشفى هلأ، رايح من شان شوفه. وقف، رح ألبس الجاكيت تبعي وإجي معك. لحظة، ما في داعي تروحي يا مرة، طمني. أنا رح روح شوفه وبيجي بطمنك. Thank you.
ألو نعم. حالا سيدي. 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 كل قيمتي ووزني بالمجتمع يا نافذ. أنا دفنت حالي بالتراب، ما تحاول معي بكفي. أنا ما عاد بدي شي، خليني محلي. ما عاد بدي اطلع يا نافذ. سيدي، الكبار لاحظوا انك ما عادت موجود بالجو، وسيد الجو باعت وراك. حتى انت يا نافذ، انت كمان تمسخر. لقلك علي تمسخر. استغفر الله يا سيدي، هدول فهموا قيمتك، فهموا انه بدونك ما بيقدروا يعملوا اي شي. طالبينك على الشغل معلم. اللي مين بهالكون الكبير هاد؟ تذكرني وحس قديش في فراغ بالكون، لأنه متى ما عاد عم بيضوي بالسماء. سيد سنجر، سيدي الظاهر الشمس رح ترد تضحك بوشنا يا نافذ. بسرعة لاقيلي بدلة رسمية إلي، وجبلي حلاق على السريع. ما بيصير نخلي السيد سنجر ينتظر. طلبتي إنك تشوفيني أستاذة ليلى. أنا لازم شوف مراد ضروري. أسفين أستاذة، ما في مجال، ما عم يخلوا حدا يشوفه. أي نورة، هلأ لازم يعرف مراد إني أنا صرت منيحة، لأنه تعبان كتير. أستاذة ليلى، ما تفكري بهالشغلات، فكري إنك تتحسني بأسرع وقت. أنا لازم شوفه أي نورة، بترجاكي تساعديني. هلأ إذا شافك هيك ما رح يرتاح، انتظري لحتى تتحسني. شو رح تعملوا مع مراد؟ مراد رح يضل هون لحتى يخلص علاجه، وبعدين ما بعرف. لازم يعرف إني أنا منيحة يا أينورة، أرجوكي. معقول بتحبها لهي الدرجة؟ وهي كمان بتحبك كتير، وعرفت هالشي من الكف اللي أكلته منها. ما عندك شغلة تانية تشتغليها غير إنك تزعجيني؟ المرة اللي بتحبها لسه ما ماتت. ما فيني أقول إنه وضعها منيح، بس لساتها عايشة، ما تخاف. فاجأتني وقت شفتك على رجليك سيد سنجر. شو نعمل؟ وقت شفت تركيا مانا بين ايدين أمينة، اضطريت اني اقوم ووقف على رجلي واتحرك. تفضل. محاولة اغتيال وزير الخارجية تبعكن، وبعدين اتصالك فيني وقلت لي انك رح تسلمنا مراد على مدار عربون صداقة. هذا التغيير السريع بالقوة واللي فاجأنا، كيف قدرت عليه؟ انت ما بتعرف منيح رفيقك يلي من 30 سنة؟ الدولة التركية هلأ تحت سيطرتي، وهذا هو المهم وخلص. بتمنى ما تفوتوا بتغييرات جديدة أبداً. لازم من هلأ ورايح تثقوا فينا بتل أبيب وواشنطن.
شو لازم أعمل مشان أقنعك يا ترى؟ أنتوا توجهتوا للشرق الأوسط وراهنتوا عليه، وحالياً مو من السهل علينا نصدق أنه تغيرتوا. بس وقت رح أخذ مراد على مدار رح أقدر أقنع تل أبيب وواشنطن بالتغيير. بتمنى توثق فيني. مرحبا ابني، أنا جاي بدي أشوف مراد، بس رفقاتك ما عم يسمحوا لي. عفوا عمو، هذا بسبب التدبيرات الأمنية، نعتذر. من مين بدك تحميه؟ بدك تحمي ابني مني أنا؟ ابنك ما بده يحكي مع حدا يا عمي. اسمح لي اسمع هذا الحكي منه شخصيا. يا أخي، حتى المحكوم عليه بالإعدام بيسمحوا له بطلب أخير. عم تسمع طلب أبوه لمراد على مدار لهالدرجة ما في احترام لرغبته؟ بس أنت يا عمي، الأستاذ رح ينتظر هون. أنت خجلان مني بابا ما هيك؟ الإنسان ما بيخجل من ابنه شو ما صار. الإنسان بيخجل من حاله وبيقول أنا شو يلي عملته بهالحياة. بابا أنت مالك مثلي في عندك خطايا، أنت من عباد الله الصالحين. يا ريت تصلي لي يا بابا لحتى أخلص من هذا العار والخجل. رح تخلص منهم هنن الاثنين يا ابني، بس مو بهي الطريقة. إنك تضلك ضعيف وكأنك وقعت على الأرض. كلنا عباد الله، والضعف أساساً من صفاتنا، والله فوق راسنا يا ابني، والله ما رح يتركنا أبداً من دون ما يحمينا. هو يلي خلقنا. بترجاك يا بابا ما عاد في داعي تعذب حالك بهالحكي. طول عمرك سمعتني أحلى كلام وقدمت لي أحلى نصايح، أنت عملت اللي عليك، قلت لي إنه ساعد الناس، قمت قوصت البنت اللي بتحبني. كل اللي علمتني يا ما فهمني. اسمعني ابني. لا بابا ما راح أسمعك، شو ما حكيت ما راح أسمعك، ماني قدران إني أسمعك. مثل ما بدك يا ابني. اعطيني 4 كعكات من عندك. اخي الكعكه مو طيبه وهي ناشفه، حط لك معها جبنه؟ لك ابني الجبنه بتخلي الكعكه طريه. روح كمان جيب لي كاستين شاي مشان اكرمك، وباخذ كل الكعكات اللي على البسطه. حاضر معلم. ما تخاف انا رح اخذ بالي منها. يلا فورا. هلا وقت تفكيرك بالشاي يا كارا؟ مو احسن ما نفكر من دون الشاي سيد اشراف؟ معلم لازم نشجع هذول الناس مشان يضلوا يشتغلوا، ما هيك؟ شو صار معك؟ ابني مل من الحياة أخي ذو الفقار، ما عاد حابب إنه يضل عايش.
بابا، إذا مو أنت كنت المرهم لجروحه، مين رح يكون؟ في عنا وسيلة تانية. إذا كان بدنا نرجع له إرادة الحياة، فبنته رح تقدر ترجع له إياه. روح خالي، روح على بيته، جيب الست نازك ورهاف. تعال بابا، خلينا نلاقي محل نشرب فيه شاي سخن. الحقيقة هالكعك ما بتاكل لحاله. يا سيد أشرف، بحياتي ما شفت زلمة كتوم مثلك. سهرنا طول الليل وما حكيت حتى كلمتين، شو قصتك؟ مين هدول الختيارية؟ احكي، مين هن؟ شو بيعملوا؟ لو واحد حكى كانوا ضلوا سريين 2000 سنة. بعد هذا اللي صار ومع متى ما رح تتحملوا لسه أكثر من 2 سنين. رح تسألني شو عرفني؟ متى ما بيقدر يضل ساكت من دون ما يتفاخر واحد من فاخ؟ صدقني عمي، حطيت لك سكر بالكاسات. ابني، حدا بيحط السكر بهذا الزفت؟ معلم، الشاي فاتح مو غامق. لك يا ابني، هذا البلاستيك هو الزفت زفت؟ لك نحن شغلتنا معك يا ابني لحتى تجي بالاخير تشربنا زفت. معلم، لا تعمل لي قصص بلا طعمه. لا، انا لازم ربيك. حميد ربك اني مشغول. معلم، اعطيني مصاري، رحت على اخر الدنيا جبت لك شاي. روح من هون، خذ هاي مصاريك يا ابني. شكرا معلم، الله معكم. هدول الختيارية بيتدخلوا بكل شيء بحياتنا. طيب البلاستيك والنايلون وباقي هالشغلات السامة، ليش ما بيتدخلوا فيها بيحموا الإنسان من أخطارها؟ كارا، إذا بلشت أشرح لك عن الشركات العالمية وعن التجمعات الكبرى والكارتيلات النفطية وعن سياسات البزار المحسن جينياً يلي موجودة، بدنا شيء 5 أيام. ماشي سيد أشرف، خلينا نحل هالمشكلة وبعدين منحل هديك المشكلة مع بعض إن شاء الله. ها؟ أتلفتوا كل الزوائد؟ يلي بإيدك هي الأخيرة. Thank you.
شو صار عبيد؟ قدر بابا عمر يلتقي بالمعلم مراد؟ ايه قدر يحكي معه. لك شو صار؟ اشرح لي شبك. شو بدي اسحب الحكي من تمك سحب؟ اخونا يائس يا عبد الحي، ما قدر بابا عمر يقنعه. ذو الفقار بعد بقداش ياخد ماما نازك ورهف، يمكن اذا شافهم يغير رايه ويتحسن. عابد، لبين ما نقدر نقنع اخونا مراد بيكونوا نقلوه، ونحن ما سوينا شيء. اخي، بقي طريقه وحده، رح روح لهونيك واحكي مع الشباب. لك وين رايح؟ انت شو بدك تروح حالك؟ اتركوا عابد، اتركوا، نحن ما قدرنا، بلكي هو قدر. لا توقفوا بالمرة، كملوا، شو ما صار ما بتوقفوا بنوب. نجد، شو بدنا نضل ناطرين كتير؟ رح يذو عمي رذب، خود هاي 100 ورقة وانتظر سوي كمان. يسلموا. يلا امسوا. ابني مو شايفة بعيوني ما في حدا، ما هيك؟ لا خالتي، بس سوي سوي، لا تنسوا بالسرعة الندامة. عم توقفوا ما تكملوا. سيدي في ختيارين عم يقطعوا الطريق. هذا كمين، رجع لورا. السيارة مدرعة، ما بيقدروا يعملوا شيء إذا ما فتحنا الباب. طلب مساعدة بسرعة. بكفي حاجة. أهلا وسهلا أخي عزيز، كيفك؟ نزل سلاحك، قليل أدب. مات أنت بصراحة تغيرت أخلاقك من وقت ما صرت نائب هالسفيه، وإلا ما كانت مرت عليك الخدعة. قوم يلا. اللي وقعونا بالفخ يا كارا. مو بس نحن يلي وقعنا. خير سيد متى؟ جبت لكم معي أوامر الختيار الكبير.
المرحلة الجاية راح صير التقي بحضرتكم على طول. ألف مبروك الوظيفة الجديدة متى. بعتقد رح تكون فرصة شغلنا مع بعض طويلة. نروح هلا سيدي؟ في عنا لسه شغل كتير يا نافذ، لسه في خمسة حنمر عليهم. يا ريت لو خبرنا الست سمرة. عنا هلا شغل كتير يا نافذ، لو حكينا لأمي شو صار معنا رح نضل كل اليوم عم نحكي. انت روح اعطيها المعلومات كلها وانا رح شوف هالمساء. معك حق سيدي، عنا شغل كتير، منروح منشوفها بعدين. نافذ الختيار الكبير، رجال كبير بيلعب كل تركيا على أصبع واحد. لا مراد ولا أشرف ولا واحد منهم طلع له معه. سيدي الختيار الكبير استغنى عن أخونا متى. إذا حضرته قدر ينفذ من إيدين أشرف وكارا فهو رح يكون سميح لجديد. بهاي الحالة هو اللي رح يصفق لنا. الظروف الحقيقية صارت جاهزة.
كل شيء صار بناء على الخطة سيدي. ما في حدا خطر عباله يشتبه فينا يا سيدي. حاضر سيدي.